السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بكم في حلقة جديدة ومتنوعة من برنامجكم ترحيب، كما نرحب أيضا بالمستمعين الكرام عبر تردد 97 FM. حياك الله يا سالم. حياك الله يا عبد الرحمن، والتحية أيضا لمشاهدينا ومستمعينا الأعزاء مع حلقتهم اليومية برنامج ترحيب، وكذلك مع مواضيع مهمة ومع ضيوف أيضا مميزين إلى جانب المواكبة اليومية لفعاليات مهرجان الربيع في سوق واقف وكذلك سوق الوكرة. وهنا أبرز عناوين حلقة اليوم. سمو أمير البلاد المفدى يشمل برعايته الكريمة تخرج الدفعة الخامسة من كلية الزعيم الجوية. أبرز بنود الخطة التنفيذية الثانية للسلامة المرورية وأهدافها. قطر الخيرية تطلق حملتها شتاء المنكوبين المخصصة للنازحين واللاجئين. إذن كانت هذه أبرز عناوين حلقتنا لهذا المساء، والبداية تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة حفل تخريج الدفعة الخامسة من الطيارين في كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية بقاعدة العديد صباح اليوم. تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبحضوره، خرجت كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الدفعة الخامسة طيارين بقاعدة العديد الجوية، وقد حضر الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار الضباط في القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة. أبارك القطر وبارك لكم جميعا، وبارك لأولياء الأمور وللخريجة. الحمد لله هذه الدفعة الخامسة وكلية الزعيم من سنة إلى سنة في تقدم. التخرج اليوم الدفعة الخامسة استطاعت كلية الزعيم دمج المتدربين. الآن لاحظنا في طيار هليكوبتر، طيار مقاتل في الدفعة هذه، طيار نقل، وتخصصات أخرى للقوات الجوية، وهذا هدف كلية الزعيم. وإن شاء الله من سنة إلى سنة نشوف الأفضل والتطور إن شاء الله. وقام الخريجون بأداء القسم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أنا كونا مخلص لدولة قطر والأميرة، وأنا أحترم الدستور والقوانين، وأنا ذود على هذا الوطن، وأنا سلامة، وأنا أدي واجباتي شرف وأمانة، وأنا أطيع جميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي، والله على ما أقول وكيل. ويبلغ عدد الخريجين لهذا العام 58 مرشحا، من بينهم 15 طيارا مقاتلا و18 طيار هليكوبتر و25 موجهة مقاتلات. فرحة عارمة يعني يحسبها الجميع، خصوصا منسوبي كلية الزعيم محمد عبد العطية، لأن اليوم هم يشوفون يعني إنتاجهم بعد سنوات مروا خلالها. الطلبة اللي تخرجوا اليوم يعني بعضهم 4 سنوات قضوها في الكلية بيننا، اليوم تخرجوا مسلحين بالعلم والمعرفة والقدرة والكفاءة القيادية ليدافعوا عن قطر وعن أجواء قطر، من ضمنهم طيارين جناح ثابت، طيارين هليكوبتر، وموجهين مقاتلات الرادار. فالحمد لله رب العالمين يعني، ومنتجات الكلية أثبتت التجربة عند خوضهم تجربة في غمار سلاح الجو أن فعلا الحمد لله رب العالمين على كفاءة عالية. نعتقد الكفاءة القيادية والقدرة على قيادة أحدث الطائرات.
كما شهد حفل التخريج عرضا جويا لعدد من طائرات القوات الجوية الأميرية وكلية الزعيم الجوية. يشار إلى أن كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية تأسست لتكون الكلية الوطنية التي تقوم بتدريب وتأهيل الطيارين القطريين، وذلك وفق أحدث الأساليب التدريبية المعتمدة في الكليات العالمية. الحديث أكثر مشاهدينا الكرام عن حفل تخرج الدفعة الخامسة من كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، يسرنا أن يكون معنا ثلاثة من أوائل الخريجين من ضمن الدفعة الخامسة، وهم الملازم طيار عامر عبد الملك الصيعري الأول على الدفعة والحاصل على سيف الشرف، والملازم طيار عبد الله بدر الحاي الثاني على الدفعة، والملازم طيار خليفة عثمان التميمي الأول في طيران الهليكوبتر. يا مرحبا بكم ومسهلا، ونبارك لكم هذا التخريج، نقول لكم ألف ألف مبروك. يا مرحبا بكم في استديو ترحيب. الله يبارك حياتك، الله يجزاك خير يا أخوي. من قال الله يحييكم، والسعداء الحقيقة بتواجدكم اليوم معنا في قناة الريان الفضائية وكذلك في برنامج ترحيب، سواء كان عامر ولا عبد الله ولا خليفة، نقول بيض الله وجهكم على هذا العطاء المستمر. 4 سنوات اليوم كان هو المحصول بهذا التخرج، وكان أيضا أكبر شرف حضور سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى. نقول لكم ألف ألف مبروك، وأبدأ معك عامر عن مشاعرك في هذا اليوم وبعد هذا الجهد، بعد هذه الدراسة النظرية العملية، دراسة الطيران دراسة مش بسيطة، فاليوم أثمرت بهذا التخرج. والله حقيقة في البداية هذا اليوم كل خريجة كان ينطرونه من سنوات، وفي يوم التخرج لنا الشرف أن نشوف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد وأن يكون راعي الحفل، والحمد لله يعني كنا حلو متحقق. الحمد لله. عامر، قبل ما ننتظر بسؤال عبد الله واخيك خليفه، كيف كان شعورك اليوم في انت ما شاء الله كان في طبر عرض بالحاصل على المركز الاول وسيف الشرف بوجود سمو الامير المفدى القائد الاعلى للقوات المسلحه وايضا اصحاب السعاده الوزراء واولياء الامور اللي كانوا موجودين، كيف كان شعورك في وسط الميدان؟ والله شعور بفخر، واحس كان الفخر لي ان استلم الجائزه من حضره صاحب السمو الشيخ تميم، والحمد لله يعني كانت منافسة شريفة بيني وبين باقي الخريجة. يستاهلون والكل المجتهد، وهذا ما يميز يعني منافسة شريفة مثل ما ذكر، هي دائما تبقى بين الأخوة وبين الأبناء دائما. عبد الله، لأنك ما شاء الله عليك المركز الثاني وأيضا حصل على 3 جوائز ما شاء الله عليك، عبد الله من بعد الناس المميزين، هو وإخوانه كلهم استهلون. كنت بسوي لقاء اليوم الصباح مع والده الله يحفظه. في البداية عبد الله، قبل ما ندخل تفاصيل الدفعة الخامسة وتخريجكم، كيف كانت يعني اختيارك لقسم الطيران الجوي؟ أنا ذكرت مع والدك أن كانت الرغبة منك أنت مو منه. صحيح. في البداية يوم تقدمت في السلك العسكري كانت رغبة مني، لكن الحمد لله حصلت دعم من الأهل طبعا. في بداية الترشيحة يوم دخلت يعني كانت فرحة بداية السلك العسكري اللي ترشحت، وبعدها تمنيت اني عندنا احنا اذا عندك لغة فتشقح سنة فتختصر من عمرك سنة، والحمد لله اني درست وعديت هذه المرحلة. في النهاية تمنيت اكون بين ان يجيك خيار يا انك تروح طيار هليكوبتر او طيار فايتر بحسب قياسات معينة ياخذونها في الكلية، فتمنيت اني اكون طيار مقاتل، والحمد لله جات على الرغبه. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. احنا نقول لك الف مبروك وتستاهل، وكذلك التهنئه للوالد، نقول له الف مبروك فعلا. هذه ثمره هذا العطاء خلال هذه السنوات، اكيد الوالد كان له جهد، كان له حضور ايضا، وكان له مبادره بالتوجيهات والارشادات الى ان وصل عبد الله الى ما وصل اليه. تميز 3 جوائز اليوم حصل عليها، شرف كبير، نقول لك الف الف مبروك. الله يبارك يا عبد الله، وحنا سعداء الحقيقه بوجود مثل هذه النخبه، صقور الجو في سلاح الجوية، ومن قاعدة أيضا الحقيقة بدأت في وقت قريب ولكن وصلت إلى أعلى المستويات. خليفة، نقول لك تستاهل وألف ألف مبروك. اليوم يوم مميز لدى الجميع، ولكن الخريجين بالذات يكون عندهم اليوم استثنائي. صح،
طبعا في البدايه صراحه انا ليله امس ما رقدتها. ايوه هذا اللي انا بوصل له لهنا اليوم. ولا واحد منكم اتوقع رقد. صحيح صحيح. وصراحه يعني هذا يوم جميع الخريجين ينتظرونه، والحمد لله انه تحقق هاليوم وتخرجنا وبحضور حضره سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الله يحفظه. اللهم امين. فهذا شرف لنا كبير حق الدفعه الخامسه. نعم. واللهم لك الحمد، حلمه وتحقق الحمد لله. الحمد لله. كانت اربع، ولا قاطع كلام اخوي عبد الرحمن، كانت اربع سنوات الحقيقه يمكن جسدها اخونا خليفه بن عثمان تميم اليوم من خلال حديثه، قال يعني الحمد لله رب العالمين بعد اربع سنوات حققنا هذا الحلم. كان حلم، لان الامر ما هو بالساهل، أمر متعب، في دراسة صح أكاديمية، صح، في لغة، في تعلم طيران، في تقنية، في هندسة، كل هذه الأمور موجودة من خلال هذا التخرج. نعم سام، أيضا الشرف الكبير والختام على قولتهم ختام المسك وتشريف سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتسليم الجواز وحضور هذا الحفل ورعايته لتخريج الدفعة الخامسة. قبل ما أرجعكم لعامر وعبد الله، بما أنكم طيارين مقاتلين، بس بأخذ نقطة من خليفة. خليفة، بما أنك أنت طيار هليكوبتر، كيف دخلت هذا المجال في مجال الهليكوبتر طيران العمودي؟ طبعا مثل ما قال لك أخوي عبد الله في البداية، هي في البداية يختارون على يعني قياسات معينة. خليفة ولا قاطعك، لكن هذه الآن اللحظة اللي استلم فيها عبد الله خليفة استلم فيها هذه الجائزة. الجائزة كانت أفضل طيار، صح، الحاصل الأول على التدريبات الجوية. إيه، الأول ولا طيار مقاتل؟ لا، الأول في التدريبات الجوية في طيران هليكوبتر. نعم، ما شاء الله تبارك الرحمن. وكذلك حضور سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا في حد ذاته شرف الحقيقة. صحيح. للخريجين 58 بعد هذه المدة التي قضوها في كلية الزعيم، بعد هذا التعب، فحضور سيدي يعتبر هو الداعم الأساسي والأول لهؤلاء الخريجين. من المرشح الآن علقوا النجمة ونقول لهم بالتوفيق. وهذا أيضا عبد الله نشوفه من خلال استلامه للجائزة. عبد الله أفضل ثاني في المجموع العام، الأول في الكفاءة القيادية والانضباط العسكري، ما شاء الله عليه، والأول في اللياقة البدنية. الله يوفقكم إن شاء الله. أيضا يعني ملازم عامر كان الأول على المجموعة والحاصل على سيف الشرف، يعني ما شاء الله نومستنا ونومست ربعك كلهم معك يعني بأخذ هذه الجواز. الله يعطيك العافية. الله. عامر، قبل ما ننتقل للأسئلة لأخوانك، كيف كان يعني دخولك المجال طيران المقاتل؟ يعني طبعا له تخصصات معينة، له معايير معينة، كيف قدرت أنك تدخل وتتجاوز هذه الصعوبات؟ في البداية هو كان مرحلة الإنجليزي، الحمد لله تخطيت سنة، بعدهم يحددون على حسب الفحص إن كان لا كطيار فايتر أو هليكوبتر. بعدين لما دخلت المجال كان في صعوبات من ناحية شيء جديد، لكن الحمد لله مع الدراسة وشدة الحيل قدرنا شو اسمه نتجاوز أنا والربع اللي معاي. بس بداية الدخول في الطيران العملي كان شيء جديد. هل أبى أعرف هذا الشيء؟ يعني هذه النقطة المهمة أتوقع سالم أيضا السادة المشاهدين، يعني كيف كانت أول، نقدر نقول أول طيران لك، أول مثلا دخول لك، أول ما ركبت الطيارة، كيف كان شعور؟ والله هو شعور تحس، وكان في شوي خوف، بس مع الوقت حاجز الخوف انكسر. وكان تجربة جديدة يعني إنك تشوف المنظر من فوق وتطير طيارة أول مرة، شيء حلو بس شيء جديد. بس الحمد لله مع الوقت قدرنا نتعود عليه. يمكن ايضا اذكروا ضيوفنا وخريجي الدفعه الثانيه وكذلك الدفعه الرابعه، ان بعد تقريبا 16 طلعه جويه قد يكون الانسان يكسب الثقه، او ايضا بالنسبه للطيار اذا طار هو يطير بنفسه ورجع مره اخرى للقاعده او الاحداثيات اللي ممكن ينزل فيها، يعني يشعر بالثقه اكثر انه استطاع انه يطير من غير مدرب. وهذا العطاء الكبير الحقيقه من مرشحينا اللي الان اصبحوا ضباط، خلاص ما في مرشح، الان ضابط، نقول بيض الله وجيههم والله يعطيهم العافيه. ابي ارجع عبد الله، اليوم في اثناء تغطيتنا لهذا الحدث، تغيير اللبس في اخر الاحتفال، لبس المرشح، لبستوا البدلات الرسمية، النجوم على كتوفكم، أكيد الوضع هنا يختلف
وكذلك قمتم بالاصطفاء في الطابور. هذه المسيرة أيضا اللي قدتها أمام أولياء الأمور وكذلك الحضور باللبس الرسمي لهذه الرتبة، أتوقع هنا الشعور يختلف عبد الله. طبعا هنا غير. أيوة. هنا تنطر اللحظة هذه بس اللي تستأذن بالخروج من سمو الأمير عشان تطلع بس تبدل. ولو تشوفنا وإحنا طالعين ركضة يمكن على البدلة هذه. أنا كنت ورا وأشوف. عشان تبدلون. خلاص وصلتوا له هذه بعد أربع سنوات وصلنا. والله يعني للأمانة شيء يثلج الصدر يوم منك توصل وبعد ما صحيح. تكمل الحفل وتخلص من الجواز اللهم لك الحمد وتستأذن الخروج بس تبغي تعلقها تلبس البدلة هذه وتطلع تبيض وجه أهلك تبيض وجه جماعتك وجه القادة كلهم. صدقت. الله يعطيك العافية صراحة عبد الرحمن، صراحة نفتخر بوجودكم، يعني احنا شفنا أداء متميز صراحة في طابور العرض، أيضا في العروض الجوية أنا راح أسألكم على واحد واحد، لكن ننتقل الخليفة إلى الآن يعني الطيران العمودي لازم ياخذ شوي لحيز الشباب مقاتلين طيران مقاتلين طيران العمودي في هليكوبتر خليفة. كنا اخوان كنا سبوا اكيد اكيد كلكم ايضا في مركب واحد وفي مكان واحد، لكن طبعا تختلف التخصصات. خليفة كيف شعورك مع اول طيران لك يعني كطيران العمودي؟ صراحة يعني كان شيء غريب وشيء جديد يعني، وكنت متوتر وما انسى اليوم يعني تاريخ حافظه 28 تاريخ 28 شهر 12 2016. ما شاء الله. فهذا اليوم اول اقلاع لك؟ هذا اول اقلاع. هذا اليوم صراحه يعني كنت متوتر وكان في خوف شوي، لكن من ركب الكابتن معاي واقلع في الطياره مثل ما تقول زال التوتر وانكسر حاجز الخوف وبديت اتحمس حق الرحلات الجايه. ما شاء الله. اكيد يا خليفه انك بتحمس للرحلات الجايه، ونقول لك ألف ألف مبروك. أتوقع أن هذه هي الطائرات هذه السويسرية نعم هذه 21 اللي الآن تستخدم في التدريب صحيح. ويمكن هي تكون أفضل طائرات وأحدث الطائرات صحيح. الحقيقة صحيح. للتدريب فيما يخص كليات الطيران، فأيضا كلية الزعيم الحقيقة قدمت الكثير صحيح. لأبنائها وطورت الكثير أيضا لأبنائها، أصبحت من الكليات التي يشار لها بالبنان، أيضا يمكن شهادة الآيزو هي أول كلية تحصل عليها في دول مجلس التعاون، وهذا أيضا يعد إنجاز الحقيقة لكلية الزعيم. وأيضا كما نتابع هذه العروض الجوية التي شاهدناها في حفل التخريج هذا اليوم. أيضا ما شاء الله علينا اليوم شفنا يعني عروض صراحة مميزة. أكيد. يا سالم من قبل سلاح الجو الأمير القطري وأيضا كلية الزعيم محمد بن عبد الله العطية الجوية، وهذه العروض المميزة اللي دائما ما عودونا عليها. أنا بسألكم كطيارين ملازم عبد الله وملازم عامر، يعني كيف شفتوا ربعكم يأدون مثل هذا الأداء المتميز وهذه العروض المميزة؟ وهم طبعا أنتم متخرجينهم إن شاء الله راح يتخرجون إن شاء الله ممكن السنة الجاية أو اللي بعدها. عندك عامر عندك عامر بروح العرض نشوف العرض اللي صار اليوم. والله شيء مو بجديد علينا لأن المدربين طلنا معاهم ونعرف خبرتهم في هذا المجال، بس من ناحية أنه هم يبينون للجمهور إحنا شو نسوي، بس إن إحنا نسوي شو اسمه في مستوى في ارتفاع عالي. أكيد. إيه. نعم. لكن هذه العروض هي خطيرة وتحتاج ساعات تدريب. بس بينوا لكم هم شو اسمه شلون الخطورة تكون والمسار. هي أكيد أنها خطيرة يا عامر، وخصوصاً إن كذا طيارة تكون في 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 الجو، ولكن العروض اليوم تميزت الحقيقة برسم لوحات جميلة، يمكن كانت آخر لوحة القلب اللي كان واضح بشكل كثير، وكان هناك أيضا دقة الحقيقة في رسم هذه اللوحة في سماء قاعدة العديد هناك أثناء التخريج، وأيضا استلام جوائز أو تسريم جوائز المتفوقين في هذه الكلية. خليفة أبو عبد الله ومسي عليه بالخير الحقيقة قال الآن بدأ العطاء للوطن صحيح. أثناء لقائه مع زميلنا عبد الرحمن بدأ الآن عطائهم للوطن، هم انتهوا من الكلية لكن مش معناها أن الأمور كلها انتهت، لازال أمامهم الخط كبير صح. لازال صح. أمامهم مسيرة أيضا فيها عطاء وفيها جهد. فاليوم أنتوا تخرجتوا أربع سنوات هذه تدريب وتعلم انتهت، الآن بدأ الجد، بدأ الاجتهاد بشكل فعلي بشكل لابد أن يطبق أيضا بشكل نظامي. خطتك عبد الله خليفة عفوا ل التدرج العسكري و
الرتب من خلال تواجدك في هذه المسيرة؟ طبعا هذه هي مثل ما قال أبو عبد الله، هذه هي بداية النهاية مثل ما تقول. خلاص هاي مشوارك الحين، وأنت واللي تعلمته تبذل جهدك في شربك، لازم تكون متميز في الشيء، ولازم تكون طبعا فيها يعني ضبط وربط، يعني مش أنت متخرج في النهاية ملازم طيار عسكري، يعني صحيح مش مدني أنت، ففيها عسكرية وفيها تقدم الوطن أنت باللي تعلمته بكل من جميع النواحي. نعم صدقت. نعم ملازم عبد الله، أنا بدخل في تفاصيل شوي الكلية، كأنت كطيار مقاتل في قسم المقاتلات وأيضا خليفة في قسم الطيران العمودي، نبغى الفرق بين الطيران المقاتل والطيران العمودي، هناك طبعا اختلاف أكيد 100%، ما هي الأساسيات اللي أعطوكم إياها في هذه الكلية وكيف طورتم وإن شاء الله يعني راح تكونون أفضل الطيارين في السنوات المقبلة بإذن الله؟ طبعا هي تجي مراحل الطيران الفايتر، لأن عندنا أجهزة السيميليتر، أما الهليكوبتر ما عندهم لحد الحين ما جابوا أجهزة السيميليتر. فإحنا في البداية عندنا نوعين من السيميليتر، السيميليتر الأول الله يسلمك كيف تشغل الطيارة وكيف إيقاف الطيارة وتتعلم التشيكسات. ثاني مرحلة السيميليتر، والسيميليتر ولا قاطع كلامك عبد الله، هو التعلم على الأرض، التعلم على الأرض قبل الطيران عن طريق الكمبيوتر أو في الجو. فالمرحلة الثانية من السيميليتر تطير وتحس بشعور الطيارة وتحس كيف الجيسوت اللي تلبسه، لأن في مثل ما تقول أنت في شيء اسمه جي فورس، هذا الله يسلمك ضغط الدم كله ينزل ويرتفع عندك، فهذا شيء يفرق معاك كثير في الطيران، فلازم تتعود عليه مع الأيام. وهذا إحنا نبغى يعني نوضح للسادة المشاهدين أن هذا الشيء يعني مش شيء بسيط أن الشخص يتعود عليه. متعب جدا مدة التأسيس، يعني ارتفاع ضغط الدم في الطيارة والأكسجين واللبس البلاسوت الخاص، هذا كله من ضمن الأساسيات اللي لازم يكون يحافظ عليها الطيار. إيه نعم. الأشياء اللي تعزز من هذه الأمور اللياقة البدنية، يعني الطيار لازم يكون فت، يعني مثل ما يقولون 24 ساعة، لأن خاصة عضلات البطن، لأن أنت في الصعود أو النزول الدم عندك يرتفع لرأسك أو ينزل لتحت رجلك، فأنت لازم تحافظ عليه من خلال عضلات بطنك، فالطيار لازم يكون يحافظ على جسمه ويكون سليم 100% عشان هذه الأمور اللي تحصل لك في الجو. أتوقع يعني في فحص دوري دائما للياقة البدنية كل فترة المحافظة للطيارين على لياقتهم البدنية. هذا الفحص الدوري يا عبد الله في جميع قواتنا المسلحة عندهم فحص دوري، وهذا أمر طبيعي، ولكن قد يكون أهميته أكثر بالنسبة للطيارين خصوصا في ضغط الدم مثل ما ذكر عبد الله في الارتفاع والنزول. عامر، الانتقال من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية في أول دخول لهذه الكلية هو أمر صعب الحقيقة، أنها أول مرحلة وخصوصا البقاء 50 يوم، الإنسان يجي من حياة مدنية متعود على وقت مفتوح ومسموح، وليس هناك قواعد تربط هذا المرشح، ولكن في القاعدة أو الانضمام لهذه الكلية يختلف كليا، في البداية تكون دائما صعبة. لو نتحدث عن صعوبة هذه البداية. والله في البداية يكون شيء صعب، تجربة جديدة، أن الأكل يكون في وقت معين، النوم في وقت معين، تدريبات تكون مرتاح ما في رياضة ولا شيء، تروح على برنامج جديد رياضة وتدريبات الصبح وفي الليل، يكون في البداية شوي إرهاق، بس لما تعود عليه شوي ولا كثير؟ شنو؟ شوي الإرهاق والتعب ولا الإرهاق في البداية يكون كثير، بس بعدين مع الوقت يصير عادي، حتى إذا طلعت برا تكون تماشي على هذا الروتين، تعود عليه. تعود عليه. تفضل. التعود عليه على هذا الروتين خلاص. تأقلم عليه خلاص. نعم ما شاء الله. زي عامر الحين طيار مقاتل، لازم الحين تتعود على شيء، يكون عندك مثلا لياقة بدنية معينة، وهذا الروتين طبعا طيار مقاتل لازم يكون له يعني عمل أو جهد مضاعف للمحافظة على اللياقة البدنية وتركيز وغيره. هل هذه الأشياء يعني فاتتك في جانبك يعني الشخصي، وأيضا راح تفيدك يعني في الجانب العملي المستقبل؟ صحيح، اللياقة تفيد في الطيران، أن لما مثل ما قال أخوي عبد الله الجي فور يعتمد على عضلات البطن، يعتمد على التنفس، فهذا التنفس كان مثلا واحد ما يسوي رياضة وتنفس عنده تعبان فبيتعب شوي. نعم. بواجه صعوبة. نعم عبد الله، أبي أرجع أيضا للطيارات المقاتلة،
متى راح يبدأ عبد الله بشكل الفعلي قيادة الطائرة المقاتلة؟ بإذن الله احنا انتوا الان تستخدمون الطائرات السويسرية اللي هي 21. اي نعم نعم، بي سي اتوقع البي سي 21. هي الله يسلمك، احنا اخذنا دورة البيسك حاليا، عندنا دورة بعد ان شاء الله بعد الإجازة، في دورة اسمها الادفانس، وهي مدتها سنة، بعدها ان شاء الله ننتقل لمرحلة تقسيم الشباب اللي بيروح لطائرات الميراج او بيروح للطائرات الجديده اللي هي الرافال الفرنسيه او التايفون البريطانيه او ال 15 الامريكيه. نعم، ايضا نذكر الساده المشاهدين ان قطر يعني وقعت عده عقود مع شراء طائرات مقاتلات، هناك 24 طائره رافال مقاتله، وايضا تم توقيع مع زياره الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع 12 طائره زياده، يعني تقريبا وصل عددها 36 طائره رافال حديثه، وايضا توقيع 72 طائره اف 15 كيو اي، وايضا مع توقيع 24 طياره تايفون من المملكه المتحده. ايضا انتقل خليفه هناك بعد عده طائرات عموديه هوك واباتشي وغيرها تم توقيعها، هل سيكون لك ان شاء الله دور بالنسبه للطيران العمودي؟ ان شاء الله باذن الله نطمح، ليش لا. كيف متى راح يكون ان شاء الله دخولك يعني العملي يعني بالنسبه؟ طبعا احنا الطيران العمودي يعني الحين احنا خلاص انا التحق في السرب، وراح التحق في دورة طائرة الأغوستا، وعقب هذه الدورة تمر هني بتمر على عدة أسراب ما شاء الله عشان تكون عندك خبرة ويكون عندك علم عن الأسراب دي، وفي النهاية خلاص بتثبت على سرب معين ليه ما أدي اللي هي الطيارات الجديدة. وفي ضباط راحوا على طيارات الأباتشي، وقريب ان شاء الله جايين معهم طائرات الاباتشي باذن الله. احنا اخذنا امس من الشباب يعني كيف كان شعورهم في طيارات مقاتله، لكن خليفه يعني بالنسبه للطيران العمودي يعني كيف الشعور؟ يعني هل هو نفس ما ذكر عبد الله انه هناك مثلا له لبس معين او جهاز محاكاه، ولا تطلع على طول، ولا يعني اساسيات معينه؟ هو في اشياء تختلف بين الفكس وينج والهليكوبتر، لكن كناحية الضغط الدم والنفس ما قال عبد الله الجي فور ذي تختلف عنه، لأن في الهليكوبتر ما عندك أنت هذه الجي فور، هم عادة يسوونها على سرعات عالية فيضطر سيده هذه اللي هو الجي فور. في الهليكوبتر سرعتك محدودة وأنت يعني مهامك محدودة، مش نفس الفايتر. التدريب لكن كان في النهاية مساندة له يعني. أكيد التدريب كان على طيارة الغزال، كان على طيارة الغزال الثانية، لا طيارة فرنسية، لا اسمعوا فرنسية، وفي طيارة أيضا اللي هي السوبر مشاك أتوقع هذه باكستانية. هذه باكستانية، هذه مقاتلة ولا هليكوبتر؟ تدريب. لا هذه هي تعتبر مثل المقاتلة نفس البي سي، بس هي تأخذ عليها ساعات معينة يعني، لأن كبداية يشوفون الشخص هل هو ينفع يكون فايتر أو لا، لأن من الشخص إذا كان جديد أو المرشح الجديد يأخذ 10 ساعات على الطيارة هذه. اللي هي سوبر مشاك، اللي هي سوبر مشاك يطيرون فيه كم رحلة مقياس يعني تقريبا يعني هم يشوفونها كمقياس كمقياس، لأن يشوفونها في بعضهم ما يستحملون الجي فورس، فما يصير أنا قاعد أكمل مع المرشح هو في النهاية ما يقدر يكمل على طيران المقاتل عشان ما يأخذ مثلا يضيع وقته هو، ويضيع جهد الكلية أنه ممكن لا يتخصص في 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 شيء في مجال آخر، في مجال آخر أفضل ويمكن يبدع فيه. أكيد صحيح. إحنا إن شاء الله جايبين العيادة اللي عندنا الجديدة، جايبين الأشياء هذه الجي فورس اللي تطبق على الأرض، ما يحتاج تطبقها في الطيارة يعني في الطيران الفعلي إن شاء الله مستقبلا وقريب العادة إن شاء الله. نعم الحقيقة بعد أبي أوقف عند نقطة مهمة، أن الطيار أيضا يتعلم ويدرس جميع قطع الطائرة. صحيح، هاي شيء أكيد. هذا الأمر يعني يمكن اليوم ذكر معنا سيادة الملازم أول الطيار جار الله بن حمد السالمين أن هذا الطيار يكون مهندس وطيار في نفس الوقت، لي هذه الخلفية الكاملة عن الطيارة وما تحتوي هذه الطيارة. في أمر صعب في هذا الموضوع؟ لا هو سهل، في البداية سنة كاملة الطيار يأخذ دروس من ناحية الكهرباء في الطيارة، الميكانيك، كل شيء خاص بالطائرة، فهو يروح عند الطائرة فاهم كل الأجزاء اللي في الطيارة، من ناحية إذا جاء له عطل ولا شيء يقدر يتعامل معاها، فتقدر تقول إنه مهندس بس نظري. بس إنه عارف كل شيء في الطيارة. عارف كل شيء في الطيارة من أجهزة داخل وبرع
ميكانيكا في الطيارة وكهرباء كل شيء عارفه. لما يروح على العملي يعرف قوة الماكينة، يعرف الهواء شو بيسوي في الطيارة، يقيس شو اسمه، يقيس السرعة ومع الوقت، فيكون شو اسمه. أيضا أتوقع أنه عنده ضرورة ممكن مثلا يساهم لنا في صيانة الطائرة، أو لا سمح الله حصل عطل معين يعرف مثلا ايش ما هي الاجراءات المتبعه في حال حصل هذا العطل. لازم عبد الله نفس الشيء يعني في اضافه ثانيه. نعم، في اجراءات احنا عندنا تطبق قبل، يعني مش اذا صادني عطل في الطياره انا خلاص راح اطلع وراح لا، في حلول لازم تطبقها ضروري، ان الطيار اجراءات معينه، اجراءات معينه يمشي عليها خطوه خطوه، ما يصير يسبق خطوه قبل خطوه قبل ما يسوي شيء. بعدها اذا خلاص يعني طبقت كل الامور وما نفع هالشيء لا سمح الله، بعد تضطر انك تطلع بال. طيب عبد الله ابي اقف عند هذه الاجراءات بالترتيب، مثلا بس امور واجد يعني انت، انا اقول لك اهمها وابرزها الحريق. اذا صار لك حريق شو تسوي؟ مو على طول تعطي لك، في حلول تسويها انك توقف الحريق اذا صار حريق. اذا صار حريق في الطياره انت مو يعني ما يقولون خلاص انا اذا صارت اقفز بالله مثلا أو لا، في اجراءات تتخذ. حلو، مثل ايش الاجراءات؟ وهو ان شاء الله ما يصير هالامر، ولكن من باب المعلومات لا اكثر ولا اقل. مثل حريق توقف شو اسمه الهواء اللي يدخل على يدخل الماكينه مثلا في الكوكبت. طيب عشان ما يجيك شيء طبعا الكوكبت المكان اللي قاعد فيه انت المقصور يعني. طيب ثانيا توقف البترول عن الماكينة عشان ما يزيد الحريق. حلو، وبعدين تسمه تتحكم في تحط تشيك على المحركات تشوف درجه حرارتها الحريق يبين عندك ايضا، يبين عندك السيستم عندك كل شيء واضح، وتشيك بعد برا عندنا تقدر تطالع يمين او يسار تشوف مكان الحريق وين بنظرك، هل هو في الماكينه، هل هو في الجناح، هل هو وين بالضبط. اذا تقدر تشوف وعندك السيستم اصلا مبين لك موقع مثلا الحراره وين، هو ما يعطيك الفاير، يقول لك الحراره يعطيك فاير بس انه في مكان، فانت تطالع يمين يسار وتشوف وين. زي الحين الابتعاد عن هذه المشاكل في اجراءات متبعه على سطح الارض يعني قبل ما يقلع الطيار، يعني احنا دائما نشوف دائما في التلفزيونات وبعض الافلام الوثائقيه وحتى بعض الافلام ان الطيار يجيب خوذته معه على اليمين عفوا لابس لبسه، لكن اول شيء يروح يفحص الطائره يعني من كل زاويه من كل مكان. يعني هذا الاجراء له اسم عندكم او هل هو متبع دائما في سلاح الجو؟ هذا يسمونه اكسترنال تشيكس، ان الطيار يروح يشيك على كل قطعه في الطياره من برا يشوف اذا كل شيء سليم، ويكون معاه مهندس. نعم. فهو يشوف إذا كل شيء سليم، وإذا شاف أي ملاحظة بسيطة يقول له ممكن هاي تكبر في الجو وتسبب له مشكلة. نعم، لكن نعم. ما في يعني معني أتوقع أن هذه أنها ترجع مثل ما ذكر عبد الله أنه بس مجرد للمعلومات قطع الطائرة، ولكن في الأساس هذه ترجع للمهندس نفسه مهندس الطائرة. لكن كذا حالة صارت أنك تشوف شيء يمكن هو نسوه فأنت تذكره. نعم، تقول مثلا كذا أو كذا أو كذا. هل بس تخصص يعني هل موجه المقاتلات له دور معاكم على الارض؟ صحيح. لا، موجه المقاتلات هو في الجو فقط، الرادار موجه في الجو ما له خصوصا مهندسين مختصين في هذا الحين من الواضح يعني موجه المقاتلات هو الشخص اللي موجود في مكان غرفه الرادار يعني يتبع سير الطائره الحربيه وحتى الطائره العموديه. خليفه عشان نختم مع الشباب، بالنسبه كطيران الهليكوبتر هل هناك إن شاء الله طموح مستقبل؟ وين ناوي تدخل؟ يعني هل التقسيم راح يكون مثلاً من قبل يعني قيادة سلاح الجو، أو أنك ممكن أنت تختار مثلاً مكان معين؟ والله طبعاً في البداية طموحاتي إن شاء الله إني أكون متميز إن شاء الله في عملي بإذن الله، وأطمح حق طائرة الأباتشي الجديدة اللي جاية إن شاء الله. لكن في النهاية طبعاً أنت مش مخير، السرب هو اللي يحدد. صحيح. وفيها أقدمية على الأرقام العسكرية، في ناس قبلك تستحق أن هي تروح، فأنت انطر هنا على حسب الدور. نعم، متأكد أن الكلية أو القائمين على توزيع المهام هم أعرف خليفة بمسؤوليات كل واحد وكذلك بمقدرته، وحنا نقول فالكم التوفيق. يمكن أيضا وصلنا للختام، ولكن أنا حاب أيضا أسأل سؤال للجميع الحقيقة، وراح أبدأ مع عامر وبعدها عبد الله وبعدها خليفة. أبرز التحديات اللي واجهت عامر في الكلية؟ والله هي تحديات وايد يعني. أبرزها هو شو اسمه الدراسة، إنك
تشوف يعني متى يعني انك تدرس مع الجدول الكلية. اتكلم عن تنظيم الوقت بين الدراسة وبين ايضا تعلم الطيران. بين تعلم الطيران هنا تكون فيه صعوبة لان اتوقع الوقت يكون مزدحم. وقت مزدحم. اتوقع بعد اللغة عندهم اللغة الانجليزية ضروري. هذه اول سنة. عبد الله والله هي عدة امور. اول شيء انت واجدك هناك في الكلية وترجع يومين بس عندك في البيت، هذا بروحه تحدي انك بتعتمد على نفسك في كل حاجه. اول شيء الملابس اللي عندك تنظيفها في البيت، يمكن عندك حد اللي يخدمك ينظف ويرتب سريرك، هذا تحدي حق نفسك. وثاني شيء اللغه اللي نستخدمها في الكليه، صحيح انها لغه انجليزيه لكن انت عندك عده جنسيات مختلفه، عندك من اوروبا الشرقيه، اوروبا الغربيه، من اسيا، فحتى اللهجه تختلف معك، فأنت تجد صعوبة حزتها أنك ما تفهم الكلمة لأن لهجتها غير. يبي لك فترة لما تفهم على كل شخص، ممارسة يعني، ممارسة عشان تفهم على كل شخص قدامك. نعم. خليفة. والله أبرز التحديات صراحة كانت مع أخواني الهليكوبتر، ضباط الهليكوبتر في السرب، لكن في النهاية كل نساعد الثاني وشجع الثاني وحثه واللي يستحقه وخذ عليه. بيض الله وجهك، ان شاء الله تستاهلون. نقول لكم الف الف مبروك على التخريج مره ثانيه، وموفقين ان شاء الله. ومنها الاعلى كل الشكر للملازم طيار عامر عبد الملك الصيعري الاول على الدفعه الخامسه من خريجي كليه الزعيم محمد بن عبد الله العطيه الجوي، والحاصل على سيف الشرف. ايضا كل الشكر للملازم طيار عبد الله بدر الحاي الثاني على الدفعه، وايضا كل الشكر للملازم طيار خليفه عثمان التميمي الاول في الطيران العمودي الهليكوبتر. الله يعطيكم العافيه وتستاهلون ان شاء الله، ومنها الاعلى. الله يجزاك شكرا يا عامر، شكرا يا عبد الله، شكرا يا خليفه، وبيض الله وجيهكم والف الف مبروك. يمكن انا سالت اخواننا الضباط عن التحديات ولكن تعدوها وتجاوزوها، لذلك هذه هي الرساله الحقيقه للمرشحين القادمين وكذلك مرشحي الدفعه السادسه. فالكم التوفيق باذن الله تكونوا معنا العام المقبل ان شاء الله ايضا في هذا التخريج الذي يتشرف بحضور سيدي امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. مشاهدينا الكرام فاصل، ومن ثم نتابع ما تبقى معنا في هذه الحلقه. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ومازلنا مستمرين في حلقة ترحيب الليلة. والآن مشاهدينا ننتقل معكم إلى سوق الوكرة مع نديب قناة الريان الفضائية غانم العلي. غانم مساك الله بالخير، وكيف هي أجواء مهرجان ربيع سوق الوكرة في نسخته الثانية؟ نعم الله يمسيك بالنور والسرور أخوي عبد الرحمن، ويا أهلا ومرحبا فيكم مشاهدين الكرام من سوق الوكرة. أقدم لكم هذه التحية المسائية ورحب فيكم في تغطية قناة الريان لمهرجان الربيع في سوق الوكرة. خلال هذه الفقرة إن شاء الله مع ضيفي السيد خالد سيف السويدي مدير سوق الوكرة، راح نناقش أبرز الفعاليات وأبرز أيضا المهرجانات وكل الأحداث اللي طبعا اللي تقام في الوقت الحالي في سوق الوكرة بالتزامن مع مهرجان الربيع. يا اهلا ومرحبا بك على شاشة قناة الريان. يا مرحبتين، ونرحب بجميع المشاهدين مشاهدين قناة الريان. يا اهلا ومرحبا فيك. في البداية احنا نبي طبعا نتعرف معاك وايضا نذكر المشاهدين عن الفترة الزمنية لمهرجان الربيع في سوق الوكرة وابرز الفعاليات اللي موجودة فيه. احنا بدينا في تاريخ 18 وراح ان شاء الله نستمر الى تاريخ 1 فبراير. نعم. الفعاليات مثل ما تعرفون إن شاء الله غدا راح تنطلق الألعاب النارية من وسط البحر مع بعض الصوتيات، راح يكون إن شاء الله الساعة 7:30 مساء. نعم. كذلك بالإضافة إلى السيرك الأوروبي عرضين في اليوم. في هالفترة راعينا أنه يكون هناك تغيير في السيرك في بعض الحركات عشان يكون ما
ما يمل الأشخاص لو حضروا مرة ثانية أو ثالثة. هو بواقع عرضين في اليوم، العرض الأول 5:30 والعرض الثاني الساعة 8 مساء. حلو. بالإضافة إلى الفرق الكرنفالية اللي تمشي على سيف الوكرة، هي عددها تقريبا 6، ضفنا فرقتين أجداد إن شاء الله راح يبتدون غدا بإذن الله في انطلاقتهم، وراح تجذب الكثير من الجمهور. عندنا البوني، فعاليات البوني كذلك على شاطئ الوكرة. نعم، احنا طبعا في قناة ريان من معلوماتنا الحصرية عرفنا ان في امور جديدة راح تنضاف ابتداء من الغد لين طبعا ما ينتهي هذا المهرجان. لو تكلمنا عن الاضافات اللي راح تبدأ من بكرة ان شاء الله. بإذن الله، ان شاء الله احنا عندنا فرقتين اجداد لها لمسات فنية مميزة راح تضيفها على شاطئ سوق الوكرة. راح تنطلق بواقع 3 عروض في اليوم. نعم. تبتدي من الساعة 4 مساء إلى 10 مساء. كذلك عندنا الألعاب النارية راح تكون بشكل مختلف عن العرض الأول، وإن شاء الله العرض الثالث بيكون مختلف كذلك عن العروض الأخرى. عندنا منطقة الألعاب هناك تكثيف في توزيع الهدايا على الجمهور وخصوصا الأطفال، إضافة لمسة أو فرح للأطفال هناك. حلو، هذا السؤال اللي أنا كنت بسألك إياه أخوي خالد عن إقبال الأطفال. نقدر نقول أن هالمهرجان يمكن يستهدف جميع الفئات لكن يركز أكثر على الأطفال، فكلمنا عن سر تركيزكم وسر تسخير كل الكوادر اللي موجودة لخدمة الأطفال وإضافة لمسة أيضا مثل ما قلت لمسة الفرح للأطفال طبعا. هو حقيقة احنا السوق عندنا يعني مهتم كثير بالعوائل، والعوائل اكيد مكونة من جزء كبير من الاطفال بينهم. نعم. لذلك تركيزنا في منطقة الالعاب، التنويع من اصغر سن الى تقريبا 15 و16 سنة. السر كذلك احنا ركزنا عليهم ان يهتمون بادخال الفرحة للاطفال بحركات معينة بهلوانية تجذبهم وتفرحهم. الواجهة البحرية كذلك، فكل العوائل أغلبيتها تكون مكونة من أطفال، لذلك كان تركيزنا من هذا المنطلق. نعم، نوعية العروض اللي طبعاً تجرى على سيف الساحل. طبعاً هي هناك حركات بهلوانية في بداية السوق، في مثل ما تكلمنا عن البوني كذلك في بداية سيف الوكرة. عندنا المشاه على الشاطئ على طول الكيلوين الموجودين عندنا، وجود البائعين المتجولين من البالونات وغيرها مثل ما تشوفونها وراي. لذلك مثل ما تشوف هالاهتمام ما بس فقط على بداية السوق أو نهاية السوق، لا، هو من بداية المواقف إلى شاطئ الوكرة كلها فعاليات. حلو، الآن أنا طبعاً نبي ننتقل من المهرجان في سوق الوكرة وننتقل إلى نقدر نقول موضوع متصل بهذا الأمر. لا يخفى عليك طبعاً أن توجه الدولة في الوقت الحالي وأيضاً المستقبلي هو الاعتماد على القطاع السياحي، وأن القطاع السياحي في دولة قطر يكون نوع من أنواع مصادر الدخل للدولة وأيضاً للشعب القطري. دور مثل هالمهرجانات مثل مهرجان الربيع هنا في سوق الوكرة وحتى أيضا هناك في سوق الواقف، دور هذه المهرجانات خصوصا في فترة مثل فترة الربيع الجو يكون معتدل في المساهمة في تطوير ونقدر نقول كسب أيضا نوع من مصدر الدخل في القطاع السياحي. صحيح، كلامك صحيح، وكذلك هو جذب لبعض الخليجيين من الدول المجاورة مثل الكويتيين والأخوان العمانيين، كانوا متواجدين بكثافة خلال الأيام اللي طافت، ربما يكون عندهم إجازة أو شيء أو صادفت إجازتهم مع إجازتنا، فلذلك نشوف ما شاء الله العديد من الأخوة من أخواننا في هالدول. كذلك وجود الجاليات الأجنبية الزائرة للدولة، فتصادف انهم يزورون السوق في وقت احتفالاته، لذلك نشوف ما شاء الله اغلب المطاعم حجزها يعني كامل بالاضافه الى المحلات في السوق. لذلك مثل ما قلت هو هدف مهم بالنسبه لنا ان نشجعهم في هذا الموضوع. صحيح، شلون لاحظت الحضور والتكثيف الجماهيري على سوق الوكرة خلال الفتره الماضيه؟ الحمد لله رب العالمين، احنا كمية المتوافدين الى السوق كمية كبيرة جدا، بالاضافة ان صادفتنا احنا تقريبا يومين في جو بارد كان عنده علينا، مع ذلك حضروا بكميات كبيرة، لكن في الايام المعتدلة لا يكون الحضور
كثيف اكثر بالايام اللي مثل ما قلت لك اياها اللي هي البارده. حلو، ايش اللي تطور في مهرجان الربيع في سوق الوكره في نسخته الثانيه عن نسخته الاولى السنه اللي طافت؟ طبعا احنا مهم عندنا ان ننوع في الالعاب، ما يكون نفس النسخه الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، لا لابد ان ننوع حتى نكسر الروتين. جميع الملاحظات اللي اخذناها من المهرجان الاول يتم تدوينها ورفعها باستمرار الى الاداره لاخذ، مثل الكراسي تم توزيعها على السوق، تقريبا 200 كرسي توزعت على السوق، عدد المنظمين زدناهم الضعف لتلبيه احتياجات الزائرين. لذلك احنا نهتم في كل اي ملاحظه من الجمهور ناخذها بعين الاعتبار. فتطورنا عن السنة الماضية، الحمد لله التنظيم رائع، ما في أي شكاوى، الأطفال اللي ينفقدون خلال دقائق تم تواصلهم مع الأهل وتوصيلهم، وتم ابتكار اللي هو المعصم، وضع معلومات عن الطفل في المعصم في حال أنه تم فقدانه أو شيء، الاتصال بالأهل على طول. حلو، طبعا احنا نشكركم ونثمن جهودكم ايضا باهتمامكم بالاطفال والعوائل ايضا الموجوده اللي في المهرجان. كلمه اخيره حاب ان انت توجهها في هذه الاجواء الجميله في هالجو المعتدل القريب شوي انه يكون بارد، وايضا خلال هذه الفتره اللي هي فتره المهرجان. والله نتمنى من جميع المواطنين والمقيمين ونتشرف بدعوتهم للحضور إلى سوق الوكرة، وتغذية أوقات إن شاء الله بتكون مميزة جدا في هذه الفترة إن شاء الله بإذن الله. طبعا احنا نتمنى لكم التوفيق، وكل الشكر لك كنت ضيفي في هذه الفقرة، بيض الله وجهكم ما قصرتم. عزيز وغالي، الله يسلمك يا هلا. إذا مشاهدينا الكرام هذا اللي موجود عندي من سوق الوكرة، وأيضا حابين أن احنا ننوه ونأكد لكم عن عرض الألعاب النارية اللي يكون كل خميس من الساعة 7:30 المساء. طبعا مثل ما قال لنا ضيفنا في هذه الفقرة وهذه المقابلة أن كل خميس يكون في عرض مختلف عن العرض السابق، وذلك للتنويع أيضا والتميز في ذلك. هذا اللي موجود عندي، ننتقل للاستديو، ترحيب، الكلمة عندكم. نعم، شكرا غانم العلي، وكذلك الشكر موصول لضيفك الكريم. إذن يستمر المهرجان هنا وهناك من سوق الوكرة وكذلك في سوق واقف، فنتمنى لكم دائما وابدا طيب الأوقات في هذا المهرجان الكبير. مشاهدينا ومستمعينا الأعزاء، ننتقل إلى هذا الفاصل القصير ثم نعود لنستكمل ما تبقى معنا في سياق هذه الحلقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم من جديد. إلى موضوع آخر، وخلال السنوات الماضية حققت الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية نتائج إيجابية فيما يتعلق بخفض معدلات الحوادث المرورية والوفيات الناجمة عنها، ومنذ أيام قليلة تم تدشين الخطة التنفيذية الثانية 2018-2022 لهذه الاستراتيجية. للمزيد حول الخطة وأبرز بنودها معنا في الاستديو العميد مهندس محمد عبد الله المالكي، أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر. حياك الله وسعداء بتواجدك سيادة العميد معنا في هذه الحلقة. مساكم الله بالخير ومشكورين على استضافتنا. طبعا دائما نشكر قناة الريان دائما معنا من السباقين في بداية الاستراتيجية الوطنية، واجبنا سيادة. جزاكم الله خير. مرحبا بك ابو عبد الله، ابرز قناة الريان. في البداية ابو عبد الله، قبل ما ننتقل لهذه الخطة اللي تم وضعها 2018-2022، نبغى نتكلم اول شيء او نستذكر الخطط الاستراتيجية السابقة، كيف حققتم هذا الأداء من خفض اعداد الوفيات والإصابات من الخطط السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المرحلة الأولى، أولا طبعا تشكيل اللجنة الوطنية للسلام المرورية برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية و13 عضو من الهيئات الحكومية المختلفة. طبعا تم من البداية من 2013
بدأنا التركيز على وضع استراتيجية للخمس سنوات، هي لمدة 10 سنوات، بس وضعنا تقريبا 198 خطة عمل مع استشاريين عالميين. 198 خطة عمل. نعم، مع استشاريين عالميين من بريطانيا ومن أستراليا لكل القطاعات اللي في الحكومة، لأن مثل ما تعرف كل الجهد سابقا، جهد التوعية المرورية وجهد حملات التوعية كلها كانت على وزارة الداخلية وإدارة المرور والعلاقات العامة، لكن طبعا الوضع كان يتطلب تشكيل لجنة وطنية بمرسوم وقرار وزاري ووضع استراتيجية ووضع هدف. طبعا كل استراتيجية لها هدف، و يعني 5 سنوات قصيرة المدى و10 سنوات طويلة المدى. فالحمد لله يعني وضعنا 198 موزعة، يعني تقدر تقول على كل القطاعات، قطاع وزارة الداخلية تشكل تقريبا 85 خطة عمل اللي هي متوازعة على المرور، الدفاع المدني، عندك الهيئة العامة للأشغال، عندك التعليم، الصحة، التخطيط العمراني، فكلها يعني كلها لها دور في رفع مستوى السلامة وتخفيض الحوادث والمحافظة على حياة الناس اللي عايشة في قطر. طبعا كلنا يعرف احنا طبعا تلازمت ايضا مع وضع الأمم المتحدة خطط لكل الدول انها تشارك، وطبعا من 3 سنوات ايضا، واحنا ايضا نعمل من في المرحلة الاولى وضعت خطط لكل دولة لمدة 10 سنوات. جميل. إن بعض الدول نعم. لازم يعني تخفض عدد الحوادث بمعدل 50% وعدد الإصابات البليغة من الآن حتى 2022. نعم. لكن إحنا خطتنا لين يعني المرحلة الثانية إن شاء الله بتكلم عنها بعد شوي إن شاء الله إلى 2022. إذا بدأت الخطة في 2013 استمرت إلى 2018. نعم. إحنا نقول ما قصرتوا فيما مضى، الآن هناك خطة استراتيجية قادمة. نعم. في 2018 إلى 2022، ولكن أنا أبي أبسطها على المشاهد شوي، يعني نفهمها بطريقة نعم بطريقة مفهومة شوي. إحنا نقول استراتيجية وخطط واتفاقيات، جميل، لكن هل هي خلال المرحلة القادمة الخمس سنوات هذه إلى 2022، هل هي بناء جسور، هل هي خطوط، هل هي طرق، هل هي إرشادات؟ ما شاء الله عليك، انت قلت جزء من بعض هذه الخطط. انا بيوضحها بيعرف الخطط بشكل رئيسي ابرزها. الـ الـ الهدف من طبعا الاستراتيجيه، كل استراتيجيه نتكلم لك ناجحه ان تحط اهداف. الهدف الرئيسي اللي وضعها مثلا الاستشاري العالمي مع اللجنه الوطنيه في البدايه، كنا في 2013 تقريبا 14 وفاه لكل 100,000 نسمه في ذاك الوقت. تعرف إنه بعد ما طبعا قطر أخذت ملف كأس العالم 2022 اختلفت طبعا الوضعية، هناك نهضة عمرانية، نهضة عمرانية، وزاد عدد السكان بما يعادل 700,000-800,000 نسمة. جميل. وأعداد السيارات أيضا سنويا زاد بأعداد كبيرة. أطوال الطرق الحمد لله يعني من 3 سنوات 4 سنوات لين الآن زادت على الموجود بما يعدل 400 كيلو متر تقريبا كأطوال طرق، والقادم بعد أحسن وأفضل إن شاء الله. إن شاء الله. فإحنا نتكلم الرقم اللي حطوه 2013 الاستشاري العالمي إن بعد 10 سنوات نخفض الوفيات، لازم حسب الخمس سنوات القصيرة المدى والعشر سنوات إن نصل 2022 إلى 6 وفيات لكل 100,000 نسمة. لكن الحمد لله يعني احنا مثل ما تفضلت انت، تطبيق معظم الجهات ما يعدل 85% من خطط العمل. نتكلم بعد شوي شو الفرق بين خطط عمل اشغال وخطط عمل المرور وخطط عمل الصحه والتعليم. فنتكلم احنا وصلنا الى 6.9 لكل 100,000 نسمه، واحنا ما تعدينا، ما تجاوزنا المرحله الاولى. الان من الان هي اللي هو مرحله التحدي. الحمد لله الاسبوع اللي طاف دش وانطلاق المرحلة الثانية بتشريف معالي رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس اللجنة الوطنية وأعضاء اللجنة. المرحلة الثانية التنفيذية للخمس سنوات القادمة اللي هي أيضا فترة التحدي. وش هي المرحلة الثانية؟ نتكلم عن خطط عمل. وش هي المرحلة الثانية؟ أبرز الخطط في المرحلة الثانية. أبرز الخطط، احنا مثل ما قلت لك احنا كانت عندنا خطط عمل لكل جهة. مثل ما تفضلت شبكة الطرق إن شاء الله يعني خلال 2019 2020 بتكون يعني شبه مكتملة.
النسبة في نسبة معينة؟ النسبة مثلا نتكلم احنا نتوقع نسبة الحوادث من الآن لين 2020 بعد مش 22. التحدي لازم بتطبيق هذه الخطط والإشراف طبعا من جميع الجهات المشاركة في الاستراتيجية نصل إلى إن شاء الله 50%. احنا قدرنا نصل خلال 5 سنوات 50% من الحوادث لكل 100,000 نسمة. إن شاء الله القادم أحسن، لأن أدخلنا وشاركنا أيضا الجهات الأهلية مثل شركات التأمين، البنوك، الجهات الثانية المدنية. ليس فقط دورهم؟ لهم كل جهة وضعنا لها خطط. يعني نحن نتكلم لو أخذنا التعليم من البداية وضعنا منهج، وليس منهج، هو إطار للسلام المرورية من السن قبل الابتدائي لين الجامعة. هذا بدأنا فيه حتى أيضا قبل الاستراتيجية، قبل أنظر الاستراتيجية، وما زلنا الحمد لله ماشيين إنه جرعات من الثقافة المرورية في كل المواد من أول ابتدائي لين الثانوية. حلو. وهذه طبعا ماشيين عليه، لكن لو قارنت أنا بخطط عمل أشغال، هناك خطة لتخفيض عدد حوادث المشاة، يعني إن شاء الله بإنشاء الأنفاق والجسور وحماية المشاة في كل الطرق السريعة القادمة. إنشاء جسور؟ أي طبعا. إحنا نتكلم عن يعني ما زالت أعداد حوادث المشاة هي الأكبر، اللي هي تقريبا تشكل من مجموع الوفيات 35% تقريبا. نسبة كبيرة. نسبة كبيرة طبعا. وأيضا ما زلنا نفقد أيضا الشباب اللي هم إحنا نزلنا خفضنا، يعني 2016 خفضنا لين 178 وفاة، بس كعام نتكلم لك لو حطيت كل الأرقام، عدد السكان، عدد السيارات، عدد أطوال الطرق، ما زلنا كل هذه منخفضة إلى 6 وفيات لكل 100,000 نسمة. نعم. والحمد لله الحين إن شاء الله إحنا ننتظر شهر أيضا يناير نشوف، لأن لازم ننتظر بعد نهاية السنة اللي هو 2017، وإن شاء الله هناك أيضا نتائج أفضل. زين أبو عبد الله، سؤال مهم. بعد الخطة 2013-2018 هناك عدة مشاكل طبعا تم رصدها من قبل اللجنة الوطنية للسلام. نعم. المروري، هذا طبعا شيء أكيد. نعم. المشاكل اللي ما استطعتم يعني تحلونها في خلال هذه الفتره واجلتوها او حطيتوها في خطتكم الجايه 2018-2022، نعم، ما هي اهم المشاكل الاساسيه اللي تواجه اللجنه الوطنيه للسلام المروري؟ الحمد لله، يعني احنا ما نقدر نحطها في موضوع في مشاكل. المهمة هي يعني هي, هي تقدر تقول مثلا في جهات معينه لها مثلا وضعت يعني خطط من قبل استشاري عالمي. احنا ايضا في اللجنه الوطنيه راينا ان هناك خطط ما تتماشى مع الوضع والمجتمع، يعني فايضا تقدر تقول انها لم يتم تنفيذ بعض الخطط، لكننا رحلناها الى الخطط الان وزاد عدد الخطط. احنا مخططنا ننزل عدد الاصابات البليغه ايضا، لان انت لا تنسى الوفيات انخفض العدد، لكن الاصابات البليغه انت تتكلم ايضا من 700 اصابه ان شاء الله، يعني العدد يقل، لان الاصابات البليغه لها مساوئ كثيره. صحيح. ولها يعني خاصه من الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه النفسيه النفسيه. نتكلم عن الامم المتحده ايضا، احنا متمشين مع خطط الامم المتحده. الامم المتحده دائما كما تسمعون الارقام يعني كبيره ومخيفه. صحيح. يعني من مسببات الوفيات في العالم الحين جاء من رقم 9 اللي هو وفيات حوادث المرور، الى انزلت تقريبا الى 6 او الخامس مسبب في العالم للوفيات. لكن لو ننظر ايضا للمسبب الاول لفقدان الفئه العمريه، نتكلم فئه العمريه الشباب، نتكلم من 15 الى 22 23 سنه، هذه في العالم الأول المسبب الرئيسي، لأن أنت تتكلم عن المسبب الرئيسي للوفيات في العالم. نعم. للحوادث المرور 1,300,000 نسمة في العالم ككل. مليون وثلاثمائة ألف نسمة. قتيل. هذه أرقام. قتيل أرقام من الأمم المتحدة من WHO اللي هو منظمة الصحة العالمية. هو الحقيقة. 50 مليون مصاب بليغ. نعم هو الحقيقة. 50 مليون. 50 مليون في العالم. نعم. هو الحقيقة الأمم المتحدة هي مجرد رصد لهذه الأرقام، ولكن
هنا الأخوان حريصين كل الحرص على خفض مستوى الوفيات فيما يخص الحوادث، العلم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول عقلها وتوكل، هنا تتضافر الجهود في المحافظة على أرواح المواطنين والمقيمين فيما يخص الحوادث المرورية وتهيئة الحقيقة كل سبل الأمن والسلامة. شكرا للجميع على هذا العطاء المستمر، شكرا أيضا لسيادة العميد مهندس محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، شكرا سيادة العميد، والله يقويكم بإذن الله على هذه الخطط وهذه الاستراتيجيات المقبلة. الله يعطيك العافية وعد الموفقين إن شاء الله في الخطة القادمة، التوفيق إن شاء الله. بارك الله فيك، شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونتابع بعد ما تبقى من فقرة حلقة الليلة من برنامج ترحيب. حياكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، وننتقل مباشرة إلى سوق واقف، حيث يتواجد نديب قناة الريان الفضائية محمد الشهراني. محمد، أسعد الله أوقاتك بكل خير والكلمة عندك. يا هلا مرحبا فيك أبو ثامر، مساك الله بالخير. أيضا أخوي عبد الرحمن، مساك الله بالخير، والسادة المشاهدين مساكم الله بالخير في هذه الأجواء الممتعة الباردة على خفيف من ساحة الحمام، والفعاليات لازالت مستمرة في مهرجان ربيع. سوق واقف خلفي عدد من الأكشاك اللي موجودة، المطاعم وأيضا الفعاليات وعدد من الألعاب اللي موجودة في ساحة الحمام. للأمانة العدد اليوم من العوائل اللي موجود عدد جدا جميل، للأمانة يونسنا يوم نشوف العوائل سواء القطرية أو المقيم على أرض قطر يروحون لمهرجان ربيع سوق واقف اللي امتد لغاية 4 شهور، فالله يعطيهم العافية القائمين على هذا المهرجان. أيضا أحب أنوه أن الألعاب والفعاليات اللي موجودة تناسب كل الأعمار سواء الصغار أو الكبار، وحاليا فترة إجازة وطلعت النتائج اليوم حق الشهادة الثانوية، فألف ألف مبروك للناجحين ومعوضين بخير إن شاء الله للي عليهم مواد راسبين فيها. بشكل عام الأجواء جدا جميلة، وهذه دعوة لكم لحضور والاستمتاع بمهرجان ربيع سوق واقف. نعم، شكرا محمد الشهراني، نقول الله يعطيك العافية وما قصرت. وفعلا محمد الشهراني أيضا يوجه دعوة للجميع للحضور في هذا المهرجان المستمر على مدى 4 أشهر، وشكرا حقيقة للجنة القائمة على هذا المهرجان. 4 أشهر يستمر عطاء للجميع، هناك أماكن للترفيه وكذلك سوق واقف في حد ذاته، هذا المبنى التراثي الجميل دائما ما يجذب السواح بالمطاعم الموجودة وكذلك الأماكن التراثية المتواجدة في هذا السوق العريق. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى شأن آخر، شأن إنساني، حيث أطلقت قطر الخيرية حملتها شتاء المنكوبين التي خصصتها للنازحين واللاجئين والمتضررين في كل من سوريا والروهينجا والعراق وفلسطين، وذلك بالتزامن مع اشتداد موجات البرد في موسم الشتاء وتفاقم معاناة المتضررين في مناطق الأزمات. للحديث أكثر عن هذه الحملة يسرنا أن يكون معنا في الاستديو المهندس خالد عبد الله اليافعي، مدير إدارة المشاريع في الإدارة التنفيذية للعمليات الدولية بقطر الخيرية. مرحبا بك مهندس خالد عبر شاشة الريان، مرحب فيك استديو ترحيب. يا مرحبا أبو حمد، مرحبا أخوي أبو ثامر، جزاكم الله خير أول شيء على الاستضافة. في البداية أشكر قناة الريان اللي دائما واقفة دائما تنقل لنا يعني نشاطاتنا في قطر الخيرية. بيض الله عمرك، قناة الريان هي قناة الجميع، وهذا واجبنا وهذا دورنا الإعلامي، وبالعكس احنا نشكركم الحقيقة على كل ما تقدمون من مساهمات إنسانية ومساعدات لإخواننا المتضررين في الدول البعيدة والقريبة في نفس الوقت. أبي أرجع لهذه الحملة، الحقيقة حملة شتاء المنكوبين، حملة أيضا أطلقتموها في هذه الفترة، نتكلم عنها وعن أهدافها وكيفية التبرع أيضا في هذه الحملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حملة شتاء المنكوبين جاءت تحت شعار اجعل شتاءهم دفئا وسلاما للإخوان المتضررين والنازحين واللاجئين في الدول المنكوبة. هذه السنة طبعا الأزمات تكثر يعني في هالبلدان، يعني فشفنا المتضررين كثير في كثير من الدول،
هم من سوريا اللاجئين والنازحين ايضا من فلسطين، وايضا اخواننا الروهينجا اللي رحنا وياهم يعني انا واخوي عبد الرحمن ان شاء الله زياره ثانيه واحده ان شاء الله، وايضا في العراق. طبعا اهداف الحمله هي توفير المتطلبات الاساسيه اللي تعينهم على فتره الشتاء القارص، شتاء متدني يعني درجات الحراره تحت الصفر، ويمكن احنا اذا تابعنا في الاخبار هذه الايام شفنا كثير من النازحين واللاجئين اللي ينزحون من هذه المناطق يعني في طرق في مسارهم للانتقال من مدينه لمدينه يموتون يعني من شده البرد القارص. فطبعا اقل المستلزمات اللي راح نقدمها خلال هذه الحمله هي السلال الغذائيه وايضا الملابس الشتويه والبطانيات وايضا المدافئ والوقود اللي يعينهم على يعني تشغيل هذه المدافئ. نعم ابو عبد الله، هل راح يكون مثلا ايواء بالنسبه لهؤلاء المنكوبين؟ يعني مثل ما ذكرت هناك درجه حراره منخفضه جدا، يعني بعضهم يعني يتوفى على الطريق فما يوصل المكان اللي هو يبغى من شده البرد. طبعا اكيد يعني من ضمن الاشياء هي الايواء اللي هي تقديم الخيام اللي تعينهم على 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 الشتاء هذا. في اماكن معينه في الداخل، طبعا في الداخل السوري، وايضا على الحدود مع 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 بعض الدول اللي هي المجاوره لهذه المناطق. ولكن ايضا احنا نشوف يمكن بدانا اوريدي الحمله هذه مع بدايه منتصف شهر ديسمبر في الداخل السوري، تم توزيع المعونات هذه وبلغ عدد المستفيدين حوالي 120,000. لكن احنا طبعا نستهدف في الحمله خلال فتره الشتاء حوالي 1,170,000 مستفيد. نعم مهندس خالد، اقف بس الحقيقه عند هذه الصور. نعم مثل ما تشوفون خيام وفي هذا البرد القارص، ثلج محيط بهذه الخيام من جميع الاتجاهات، وأطفال مثل ما نشوفهم الآن أمامكم على الشاشة. إحنا يمكن نكون، وهذا فضل من الله عز وجل والحمد لله، في أمن وأمان وبيوت، ومع ذلك نشعر بالبرد، فما بالك بهذه المخيمات اللي فيها اللاجئين من سوريا ومن العراق ومن فلسطين ومن الروهينجا. يمكن هذا المشهد أيضا يعكس الحقيقة شدة البرودة في هذه المناطق وبالأخص للاجئين والنازحين. حقيقة هي رسالة للجميع، وأهل قطر دائما ما يكونون على الموعد في مثل هذه الأعمال الخيرية، وقطر الخيرية أيضا دائما ما تكون على الموعد في مثل هذه المساعدات الإنسانية. فشكرا لقطر الخيرية، وأسأل الله عز وجل أن يقبل منكم تبرعاتكم في هذه الحملة، حملة المنكوبين أو شتاء المنكوبين. المهندس خالد، الحقيقة يمكن هذه الصور الحقيقة تعكس ما يمر فيه إخواننا الحقيقة. صحيح. من أزمة وبالأخص في هذا الوقت القارص. لكن أبي أرجع لأمر أساسي قبل ما نسأل عن طريقة توزيع الحملة وكذا، التبرع كيف؟ اللي حاب يتبرع هل يروح القطر الخيرية؟ هل ممكن يتبرع بملابس؟ هل ممكن يتبرع بأشياء أخرى غير المال؟ طبعا جمع التبرعات او طريقه التبرع هي عن طريق المقر الرئيسي يعني في الهلال، او عن طريق اللي هي المكاتب التحصيل المنتشره في الدوله، في المولات، في الاسواق، في الصناديق اللي هي منتشره في كل المحلات يعني او اغلب المحلات المعروفه، او عن طريق الموقع الالكتروني اللي هو qcharity.org، او عن طريق الابلكيشن، او عن طريق الكول سنتر. بعد عندنا الخط الساخن اللي هو 4466-7711. لو تعيد الرقم بس 4466-7711. يا ريت بعد الاخوان عندنا بعد يحطون هالرقم في نهايه فقرتنا مع ابو عبد الله. يعني المقصد هو يعني فعل الخير واغاثه الملهوفين وايضا المنكوبين في هذا البرد القارص. ابو عبد الله، اي نعم. طبعا احنا الحمله مثل ما قلنا ابتدت يعني تقريبا في منتصف شهر ديسمبر، بدينا اللي هو التوزيع على 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 الاخوان المتضررين سواء كان في الداخل السوري او في تركيا اللي هو اللاجئين التركيين، وايضا في بنغلاديش اخوان الروهينجا طبعا، وفي الداخل في ميانمار، وايضا في فلسطين يعني، وفي العراق ايضا يعني، وايضا الاسر اللاجئه في لبنان. يعني احنا منتشرين نحاول نصل لكل الاخوان اللي هم المتضررين في هذه المناطق. نعم ابو عبد الله، لو نتكلم عن التكلفه الاجماليه لهذه الحمله، يعني هل في عدد معين انتم تبون توصلون له
وهل يعني في المساعدات وصلت للناس، بعض الناس المستحقين لها في هذه الأماكن؟ طبعا يعني الحمله، يعني احنا الحمله التكلفه التقديريه للحمله هي حوالي 65 مليون ريال. طبعا الاحتياج اكبر من هذا بكثير يعني، ولكن احنا وفق الخطط اللي عاملينها يعني والتحضيريه شفنا ان خلال هذه المده اللي هي مده الشتاء في الدول هذه تقريبا نحاول ان ننفذ في حوالي 65 مليون ريال قطري. طيب انا في سؤال يعني دائما ما اقطع كلامك. لا تفضل عبد الرحمن. بعض المتبرعين يقول او يسال او يستفسر نعم. لماذا ما يكون يعني هذا التبرع او هذا الموسم ما يكون قبل، يعني مثلا بدايه 10 في بدايه 11 ما يكون مثلا في اعلانات معينه او ترويج معين من قبل قطر الخيريه ان الشتاء قادم ممكن ان حد يتبرع الناس بدري عشان ممكن توصلهم في وقت مناسب بدل ما يعني يجيهم البرد القارس يعني يذبح عدد كبير من الناس. انا مثل ما قلت لك اخوي عبد الرحمن احنا التحضيرات تبدا عندنا اصلا من شهر 10 يعني اوريدي احنا نبدا مع بدايه الشتاء نوزع يعني عندنا الارصده اللي هي انت توزع يعني انا اقصد يعني كترويج وكاعلانات مثلا نعم. للمتبرعين كرسائل نصيه كايميلات طبعا هذا هذا هذه هذ الخارطه البرامجيه والتسويقيه عندنا لها تدري يعني لها 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 لان انت تشتغل على موسم كامل فموسم ورا موسم يعني في عندك موسم رمضان موسم الشتاء موسم ذي الحجه كلها مواسم ما تقدر يعني تنزل في كل شيء مره واحده يعني تحاول تجهز نفسك في الحملات في الميدان يعني هذه خطط برامجيه طويله تاخذ وقت يعني نعم. فاستراتيجيه معينه يعني انا عشت مع ابو عبد الله كان وياه بنجلاديش فما تقدر يعني تشتغل مره واحده الله يعني. اكيد والحقيقه ان دائما اهل قطر من مواطنين صحيح. ومن مقيمين على الموعد صحيح. يمكن ايضا شاهدنا الحقيقه اليوم الوطني اللي تحول الى حمله صحيح. تبرعات في اقل من 4 أو 5 ايام كان المبلغ ضخم في يوم واحد صحيح. في 18 من ديسمبر. كانت حملة التبرع رقم حوالي 350 مليون وصل 350 نعم. مليون رقم لعينية. كبير وهذا ما عودنا عليه أهل قطر من مواطنين ومن مقيمين عمل الخير والحقيقة هذه الحملة أيضا تستحق منا المبادرة نعم. والمشاركة فيها أيضا مع هذا التوزيع خارج دولة قطر لإخواننا المنكوبين أيضا ما نسيتوا أخواننا في الداخل من العمالة هناك أيضا توزيع عليهم وهذا أيضا أمر تشكرون عليه الحقيقة الله يجزيك خير. طبعا إحنا برنامج العمالة في الداخل بكافة أشكالها سواء كانوا عمال الشركات أو عمال العزب أو عمال النظافة هذا برنامج طول السنة يعني مش فقط هو مختص في الشتاء ولكن أخوان عندنا في العمليات المحلية مطلقين يعني لهم برنامج اللي هو توزيع السلال اللي أو السلة الشتوية للعمالة واللي تتكون تقريبا من ملابس شتوية وشال وكذا يعني للبرد يعني جزاهم الله خير يعني والله يعني هم يستاهلون يعني هذا من البرامج المجتمعية اللي الواجب علينا طبعا سواء كان عملنا في الداخل أو في الخارج يعني وانتم أيضا جزاكم الله خير يا أبو عبد الله دائما ما تواكبون التطورات في الدولة وأيضا خارج الدولة والكادر صراحة المتميز في قطر خيرية دام معودنا بكل جديد ومساعدة الملهوفين في كل مكان. لو انتقل بما احنا يعني في الشتاء وفي حملة شتاء منكوبين ننتقل إلى خص الحملة الأخرى يتيم تحت الصفر يعني حدث عن هذه الحملة وين وصلت مراحل تنفيذها إلى الآن. طبعا حملة يتيم تحت الصفر هي للموسم الثاني احنا نطلقها يعني الحمد لله ولاقت نجاح كبير يعني من اخواننا المتبرعين بيض الله وجيههم السنة الماضية وهي خاصة بأيتام هي الأيتام عامة ولكن احنا مخصصين الأيتام قطر الخيرية يعني عموما اللي هم مكفولين من قبل قطر الخيرية طبعا نبي يحتاجون هم مساعدات شتوية معينة ويمكن تشوفون هذا جزء من الحملة نفذناها اللي قاعدين ننفذها في 6 دول هي فقط مخصصة في 6 دول اللي هي دول البلقان اللي هي البوسنة وكوسوفا وألبانيا وايضا في الايتام في تركيا ولبنان والعراق هذه الدول وقرقيزيه بعد اللي هي الدول درجه الحراره تكون فيها تحت الصفر وكيف هذا يا ابو عبد الله يعني حدث عن الحمله هو يعني متبرع مثلا اللي اول الكافل يتيم من قبل قطر الخيريه متخصص مثلا في يوصل تبرعات لكم او ممكن اي احد ثاني ممكن انه يتبرع او يتكفل باحد من اليتامى اللي موجودين في هذه البلدان طبعا احنا بدينا في التوزيع الاولي احنا حتى في تشوفون في اللقطات هذه نخلي اليتيم بنفسه
هو اللي يشتري، يروح يختار الملابس الشتويه اللي اختارها. الله يعطيكم يعني جهد جبار من اخواني بيضله وجههم. انا كنت وياهم في الميدان يعني، وتشوف الايتام هو يختار القطعه اللي يبيها المناسبه له الشتويه. لا الحقيقه بس انا بقف عند هذه، معلش مهندس خالد، اللفته الجميله هذه الحقيقه، الايتام يدخلون في هذا المجمع وياخذ اللي يبي، كانه رايح مع والده مع والدته يختار اللي هو يبي من الملابس واللي يناسبه. فهذه الحالها فرحه الحقيقه لليتامى ورسولنا الكريم اللهم صل عليه وسلم قال: انا وكافل اليتيم كهاتان واشر باصابعه. فكافل اليتيم له اجر وله واجر كبير الحقيقه، والكل يتمنى ان يحصل على هذا الاجر. فشكرا لقطر الخيريه، شكرا الحقيقه على هذه المبادره، وايضا صاحب المبادره اللي فكر فيها سواء كانت اللجنه او واحد من اعضاء قطر الخيريه. ونقول بيض الله وجهك وان شاء الله في ميزان حسناتك. بيض الله وجهك صراحه ابو عبد الله. زين بالنسبه لك اللي بيكفل اليتيم، كيف ممكن يقدر يكفل يتيم؟ والمبالغ اللي عن طريق مثلا كفاله يتيم، احنا بنوضح الصوره للمشاهدين. يعني هذه دعوه ايضا مشاهدينا الكرام، يعني كافل اليتيم اجره عظيم جدا جدا في الدنيا والاخره. ان شاء الله وانتم هالقطار كفو وهلها ان شاء الله، ولا نستغرب منكم التبرعات وغيرها، وايضا كفاله اليتيم. وعبد الله يعني ابغي توجه رساله للمشاهدين كيف يعني كفاله اليتيم حتى توسع في رزقك سواء في الدنيا وتشفع لك ممكن في الاخره. صحيح صحيح اكيد. طبعا مثل ما قال اخوي ابو ثامر، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: انا وكافل اليتيم كهاتين يعني في الجنه. ف الحمد لله احنا في قطر الخيريه الحين يمكن وصلنا لعدد كفاله يتيم مع نهايه السنه ل 100,000 يتيم ما شاء الله. واطلقنا مبادره يعني ان شاء الله مع نهايه 2018 نبي نوصل في الرياده في كفاله الايتام لعدد 150,000 يتيم. والحمد لله يعني وصلنا الحين ل 113,000 من بعد اطلاق المبادره هاي، وان شاء الله يعني بنوصل الرقم 150 باذن الله. وهذا كله بجهود هالقطر، وبيض الله وجههم دائما سباقين يعني لهالشيء. الله يعطيكم. والكفاله يعني اي لاي محصل، ممكن الشخص يروح الكفاله ويختار اليتيم اللي يختار في اي بلد في له مبلغ معين. طبعا احنا ان شاء الله يعني هالسنه في تطوير لاليه الكفاله عندنا في برنامج الرعايه الاجتماعيه للايتام بالذات، وهي برنامج اللي هي الرعايه الشامله. طبعا راح ندخل فيها يعني اشياء اكثر من فقط ومجرد يعني مبلغ بسيط يعطى، ولكن في منا مبلغ راح يروح للصحة، ومبلغ راح يروح للتعليم، يعني الاهتمام أكثر وأكثر يعني فيه إن شاء الله. نختم مع المهندس خالد بن عبد الله اليافعي، مدير إدارة المشاريع في الإدارة التنفيذية للعمليات الدولية بقطر الخيرية. الله يعطيك العافية أبو عبد الله. إن شاء الله نلحقها أنا وياك إن شاء الله. بإذن الله قريب إن شاء الله. شكرا مهندس خالد. شكرا أيضا لقطر الخيرية، والله يجزاكم خير على كل ما تقدمون الحقيقة من أعمال إنسانية. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى شأن آخر، حيث افتتحت الجمعية القطرية للسكرية نسخة 18 من مخيم البواصل في أكاديمية التفوق الرياضي سباير بمشاركة أطفال من 10 دول مختلفة. نتابع معا التفاصيل من خلال سياق هذا التقرير. يستعد الأطفال المتعايشون مع مرض السكري من عمر 7 وحتى 11 للنسخة 18 من مخيم البواسل، إذ افتتحت الجمعية القطرية للسكري فعاليات المخيم بأكاديمية التفوق الرياضي سباير. ويشارك في المخيم هذا العام نحو 55 طفلاً من 10 دول مختلفة، بالإضافة إلى قطر الدولة المستضيفة. في هذه السنة احنا بنحاول ان نحرص ان ندمج الالعاب اللي نحن نسميها الالعاب الصحية ضمن خطة برامج ضمن الورش العمل اللي نعطيها للاطفال. طبعا هو الهدف حقيقة، الهدف انه خاصة هؤلاء الاطفال اللي هم لاول مرة يعني يشاركونا، ان نعلمهم كيفية التعايش مع السكر. الطفل يعني صعب، خاصة المصاب بالاول يكون عليه صعوبة كيفية التعايش، كيفية التكييف مع 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 مع, مع, مع مرض السكر. وبالتالي هذا هو يعني لمدة أسبوع حقيقة يتعلم أشياء كثيرة تفيده، يعني سواء كان اختيار الأكل الصحي، كيفية فحص السكر، كيفية حقن الإنسولين. وهذا إضافة إلى ذلك نحن ندرك تماماً إنه الأسبوع بالنسبة للطفل صعب جداً، إنه بدون سيكون هناك ممل. فبالتالي نحن نحاول ندمج مثل هذا في خلال هالأسبوع بعض الرحلات الخارجية، فإن شاء الله يعني يستفيدون من هذا المخيم إن شاء الله. ويعد مخيم البواسل
واحداً من أكبر وأهم الفعاليات على الخريطة الإقليمية للتوعية بمرض السكري، ويلقي الضوء على موضوعات هامة في حياة أطفال السكري مثل فحص سكر الدم والتعرف على علامات ارتفاع السكري وانخفاضه، وموضوعات تتعلق بأنماط الحياة الصحية بما في ذلك تبني عادات التغذية الصحية والنشاط البدني، إلى جانب تعلم متابعة متطلبات الحياة اليومية باستقلالية. إلى موضوعنا آخر مشاهدينا الكرام، التقى فريق أحلام سباير مع نظيره ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الكأس الدولية للأندية تحت 17 عام على ملاعب أكاديمية سباير. ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الكأس الدولية للأندية تحت 17 عاماً، التقى فريق ريال مدريد بطل النسخة السابقة من البطولة بفريق أحلام سباير على ملاعب أكاديمية سباير. شهدت المباراة تنافساً وأحداثاً حماسية بين الجانبين، وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل من الفريقين. وبهذه النتيجة يتصدر ريال مدريد المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف فقط عن فريق أحلام سباير الذي تأهل كثاني هذه المجموعة إلى الدور ربع النهائي. وبهذا التقرير مشاهدينا ومستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا المساء. نتمنى أننا كنا على الموعد وأن نقدم دائما وأبدا ما يحوز على رضا مشاهدينا ومتابعينا. في أمان الله، مع السلامة.